صباح الخير على حضراتكم مرة تانية ومكملين معاكم صباح الخير يا مصر. ودلوقتي هنعرف أهم وآخر الأخبار الرياضية مع لينتا. تفضل يا لينتا. شكرا يا أحمد. اللعيبة المحترفة في منتخب مصر هينضموا لمعسكر المنتخب يوم 30 أغسطس عشان الاستعداد للعب مباريات أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022. واستقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على انطلاق المعسكر يوم 28 أغسطس باللاعبين المحليين قبل انضمام المحترفين يوم 30 من نفس الشهر، وده معاد بداية الأجندة الدولية. بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قرر يرجع المغربي بدر بنون لاعب الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة الأهلي اللي جاية قدام وادي دجلة في الدوري المصري. بنون سبق وغاب عن مباراة الأهلي اللي فاتت قدام أسوان في الدوري عشان الجهاز الفني كان شايف أن اللاعب لازم يرتاح لأنه بيعاني من إجهاد كبير نتيجة المشاركة المستمرة. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أعلن فوز هدف محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي في فيتا كلوب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا كأفضل هدف في البطولة، وده بتصويت الجماهير. وحسم أفشة الفوز بالجائزة على حساب هابي ماشياني لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بفضل هدفه في مرمى بيترو أتلتيكو الأنغولي. الفرنسي باتريس كارتيران المدير الفني لفريق نادي الزمالك هيجهز محمود عبد العزيز لاعب خط الوسط في الفريق خلال معسكر الاعداد المقفول في برج العرب عشان المشاركه في مواجهه غزل المحله يوم 7 اغسطس في الجوله رقم 28 من منافسات بطوله الدوري الممتاز. أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد ورئيس بعثة الفراعنة في أولمبياد طوكيو أكد على تغيير ميعاد مباراة مصر ضد ألمانيا في ربع النهائي، وهتتلعب بكرة الثلاث الساعة 2:45 الظهر بدل من الساعة 10 الصبح بتوقيت القاهرة. الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي حرصت على توثيق تدريبات الفريق امبارح عشان الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، ونشرت مقطع فيديو من التدريبات اللي اعتمدت على المراوغة في المساحات الصغيرة. فريق تشيلسي حقق فوز معنوي على أرسنال بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب الإمارات في إطار الاستعدادات لمنافسات الموسم الجديد. وبدأ الدولي المصري محمد النني اللقاء أساسي في تشكيل أرسنال وتم استبداله في الدقيقة 72، وشارك بداله المهاجم جوزيف ويلوك اللي رجع من الإعارة في الموسم اللي فات لنيوكاسل يونايتد. هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا أكد أن تولي تدريب الألمان مسؤولية عظيمة، وقال أن منصب المدير الفني للمنتخب هو بالنسبة لي التزام ومسؤولية عظيمة، وأنا عندي تطلع بجنون عشان أبذل كل جهدي ونرجع نلعب كرة قدم حماسية. فليك كمان وجه رسالة لجهازه المعاون في منتخب ألمانيا وقال لهم كل واحد لازم يشتغل بكل طاقته، ولازم كمان نخلق مناخ يساعدنا على تشكيل الفريق، خصوصا ان الهدف الاول بالنسبه لي هو التأهل لمونديال كأس العالم 2022. لازم اكون واضح للكل، احنا بنواجه تحدي في المباريات السبعه اللي جايه وعايزين نجتاز المجموعه واحنا في المركز الاول. نادي ريال مدريد بيستهدف في الوقت الحالي انه يتعاقد مع النجم الشاب باو توريس مدافع فياريال والمنتخب الاسباني الاولمبي خلال فتره الانتقالات الصيفيه، وان اداره ريال مدريد رجعت تهتم باللاعب خصوصا بعد تالقه مع الماتادور في اولمبياد طوكيو. وبكده مشاهدينا خلصت اخبارنا الرياضيه. دلوقتي هنرجع لاحمد وجمان عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. اليك يا جمان.